كأنه في سالف الزمان، حيث زمن روح الله عيسى عليه السلام. وبأحد الأيام خرج مع مجموعة من حواريه إلى الصحراء. وقبل أن يوصل إلى مدينة الحواريين اللي كانوا متوجهين إلها، وقفوا عند مكان وقالوا للنبي: هذا المكان فيه كنز مدفون. قال الحواريين: يا نبي الله عيسى، نحن نستخرجه. قال النبي: إذن أنا أذهب إلى المدينة لأن كنزي فيها. ما هو كنز النبي عيسى عليه السلام؟ راح نعرف ونفهم لما دخل النبي عيسى عليه السلام إلى المدينة. وصل إلى خربة فيها امرأة عجوز، وابنها كان شاب مؤمن، كان كثير الهم والغام وكان مسيطر عليها. قال له: ما بك؟ الشاب ما عرف النبي. قال: همي لا يحله إلا الموت. نعم، بعض الأحيان نتعلق بآمال وأمور دنيوية تقلب حياتنا وما نجد إلى حل. قال: أنا أريد الزواج من ابنة حاكم المدينة ولكني فقير. قال النبي له: اذهب إلى الحاكم واسأله ما المهر. راح الشاب وسأل الحاكم عن المهر بعد أن تقدم لخطبة بنت الحاكم. الحاكم يعرف أنه هذا الشاب فقير، لكن ما أراد أنه يطرده. قال: كذا كمية من المجوهرات والذهب. راح الشاب إلى النبي، والنبي سلام الله عليه صاحب معجزات، مسك الحجارة وحولها ذهب. فرح الشاب وأخذها إلى الحاكم. الحاكم قال: أريد كمية أخرى. جلب له مرة أخرى مجوهرات وذهب. الحاكم سأله: ما هي قصتك؟ من أين لك هذه المجوهرات؟ وحكى إلى قصة هذا الرجل الصالح الغريب. المهم، الحاكم زوج هذا الشاب بنته، وبعد يوم توفى الملك الحاكم، وباليوم الثالث تنصب الشاب الصهر حاكم للمدينة. أجى الشاب للنبي عيسى عليه السلام، قال: أيها الصالح، إذا كان عندك هاي القدرة الإعجازية، لماذا لا تفعلها لنفسك وأنت تصير الملك؟ قال: نحن في الواقع ما نهتم بهاي الدنيا، وهي ما تساوي شيء عندنا ولا حتى جناح بعوضة. ماذا يقصد بنحن؟ من هم الصالحين اللي أخرجوا حب الدنيا من قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى أعطاهم شكرة وأعطاهم الصبر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبهم. لما الإنسان يفهم حقيقة هذه الدنيا وحقيقة نفسه وآخرته، نظرته تكون إلى أهداف أعلى، ويشعر بلذات أكبر، أكبر بكثير من أصحاب الثروات والمناصب. كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأن دنياكم عندي لا أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. لاحظ التشبيه، ورقة نبات في فم جرادة، فم حشرة. وهذا حال اللي يجعل آماله لله وأهدافه مع إمام زمانه، يتشبه بإمامه، فغير ممكن أنه يجتمع التعلق بالدنيا والتعلق بالله وأوليائه في قلب واحد. اللهم اخرج حب الدنيا من قلبي. Thank you.